بطل التونسي حبيبة الغريبي. حبيبة مرحبا وشكرا مرة أخرى على تلبية الدعوة، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق ساعة نباركولك على الإنجاز نتاعك. تو نرجعوا له تباعا معناها الموضوع هذاك، من الأول حبينا تحكي لنا على بداية حبيبة الغريبي. عايشك، مرحبا بكم أنتوما. ديما نحاول ماذا بيا نلبي دعوات الناس الكل، تعرفوا الوقت والكل التمارين اللي خلتنيش معناها ديما نحاول نرضي الناس الكل. بون يعطيكم الصحة أنتوما، سي امبورطون اللي نحس اللي فما معناها لي ميديا قاعدين يحبوا يعرفوا حبيبة، يعرفوا شنو تعمل، يعرفوا كيف كيفاش وصلت، يوصلوا صورة حبيبة في صورة معناها أحسن صورة. بيان سور يعطيو ديما لي المعلومات الصحيحة، هذايا لو بلوز امبورطون. باهي، كيفاش بدات حبيبة؟ حبيبة بدات انا ملي عمري الحقيقة ملي انا صغيرة وانا مغرومة معناها بالجري، اما ما كنتش نعرف اللي فما حاجة اسمها العاب قوة ولا تنجم تترينا وتولي بطل والكل. ممكن بابا اكبر مني معناها كان يعرف، مي كانت عندي الموهبة ملي انا صغيرة، ملي ذولي قبل ما ندخل المدرسة معناها قبل 6 سنين وانا ناشطة برشا، بنية ناشطة وديما نفيق مع امي بكري ونقوم. احنا الحقيقة انا ولدت في منطقة ريفية في القروان، ومعناها قعدت حتى ل9 سنين، وديما كي نمشي للمكتب معناها نمشي للمدرسة على ساقية، نمشي برسك 8 كيلومتر في النهار، معناها مرتين 4 كيلومتر نعملهم مرتين، ولا ساعات نعملهم حتى 3 مرات، معناها مرتين وساعات نعملهم دو فوا لي غوتوغ فوا دو، معناها 16 كيلو في النهار. وانا مازلت عمري 6 و7 سنين و8 سنين حتى ل9 سنوات. الحقيقة بابا معناها قررنا نحولوا للمدينة لصفاقس بحكم الخدمة وحكم وقت تبع خويا شوية في دراسته وكهو. دونك مشينا لصفاقس، عمري 9 سنين. الحقيقة أنا ما نجمتش نتأقلم مع المدينة، تعبت شوية حتى نفسانيا وأنا صغيرة، ما نجمتش أصحابي وصغار عمي معناها والكل. دونك اللي جاتني شوك بسيشيك شوية يعني، وتعبت ما حتى المكتب ما عادش نحب نمشي نقرأ والكل. شوية شوية بشوية رجعت قريت معناها، جي ربخي مزيتود وبديت بشوية نتأقلم مع المدينة، رجعت نقرأ. وديما أنا من الولا الحقيقة، من معناها ديما احنا صغار الغريبي معروفين يقولون ديما انتوما معناها في القرايه من الولا. دونك رجعت للمدرسه وكيف كيف، المدرسه بعيده علينا شويه، حكيت 1500 متر هكاكا، اما ديما قعدت نفس السيستم معناها ما نجمش نمشي، حتى كي نمشي ما نمشيش بشويه، وقعدت حتى العاده فيا تو كنت تمشيو معايا ونخليكم التالي ونمشي. وبعدين الحقيقه ما زلت ما اكتشفتش انا هذه العاب القوى حتى نجحت سيزيام اني ومشيت للمعهد هذايا، رغم نلعب الرياضه وديما بارع معناها ديما من الاوائل في لي نوت نتاعي في السبور، ديما متالقه في الهوند ولا اي حاجه باسكيت وكل مره. كي مشينا الليسي مش العام الاول، العام الثاني عملوا سباق المعهد اللي ما مسحنون في صفاقس، وانا معناها اختاروني في جمعيه الباسكيت، وكنت جيت حبيت نشجع صديقتي اللي هي أميرة عبد المقصود، وانا نحب نجري، عرفتك اللي من قبل نقول لهم يا ربي نحب نجري كيفاش انا، قال لي انت الاستاذ بتاعي انت باسكيت، خليك في الباسكيت ويختاروا معنا. كهو يا اخي جيت مع صديقتي باش نشجعها، كهو أميرة قلت لها اسمع نحب نجري، قالت لي اسمع انا ما نحبش نجري، خذ بالسبيدري وجري في بلاستي. خذيت التوني نتاعها وهبطت وتخبيت في البوس ومشيت معاها حتى للديبار برسك بحدا دارنا معناها 3 كيلومتر من الليسي، جريناها المسافة. وقتها الحقيقة عطاونا ديبار ونجري، والأستاذ نتاعي يغزر وكل شوي زر يقاني وراه مش تعمل هوني، عرفتك اللي قاعد باهت خاطر النسق كان قوي وهو بالبسكليت وانا نتبع فيه، والاخرين معناها بعاد عليا برشا. نوصل معناها للاريفي، ربحت السباق، قعدوا باهتين في الوقت، قالت تبارك الله معناها عندك كاباسيتي كبيره برشا، ورشحوني للبطوله الجهويه في صفاقس. وقتها سي محمد البهلول اكتشفني
وربحت البطوله الجهويه وقت قال لي لازمك تجي تتمرن عندنا جمعيه نادي الرادي صفاقس وتنجم تجي تتمرن وراك تنجم تولي بطله كبيره وتولي تلتحق بالمنتخب الوطني والكل معناها هذاك اللي صار شاركت في البطوله المدرسيه وكنت من الاولاد كلاسيك الاولى ولا الثانيه يظهر لي وبعدين شاركت في البطوله المغربيه للعدو الريفي خاطر مش على المضمار عدو الريفي كانت اول ميداليه انترناسيونال بالنسبه لي انا البطوله المغربيه اللي عادي مع المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا فوالا هذيك اول ميداليه واول انجاز لحبيبه الغريبي ديجا انا عمري 16 سنه من فا معناها كهو خذاو لي المنتخب بعدين بديت وحقيقه حب عرضوا عليا باش نجي المعهد الوطني المعهد الرياضي بالمنزه بيير دو كوبرتان اللي هو ليسي سبورتيف اللي نقراو فيه او ميم طون نتمرنوا واحسن لي كونديسيون خاطر سيستيم ميليتير الحقيقه نقوموا بكري عندنا دو فوا باغ جو نترانيو الصباح وعشيه وفي النهار نقراو ريتم صعيب شويه مي اللي يحب يوصل يلزمو شويه تضحيات والكل وانا بعدت على عائلتي عمري 16 سنه الحقيقه تعبت شويه والكل ما هكا هو بديت من صفاقس قروين من القروين صفاقس من صفاقس لتونس ومن وقتها بعيد على عائلتي توا معناها ديما ما نجمش نشوفهم معناها ريسك كي نقول لك ساعات في العام نقعد ما نشوفهمش كي اول ما سافرت لفرنسا قعدت عام ونص ما شفتش دارنا معناها في الغربه مي الواحد كل شيء ما يجيش حتى شيء بسهل سي نورمال الحاجات هذيا صافي بارتي من البطل معناها اذا انسان يحب يوصل ويحب ينجح لازم يضحي ويزمو معناها برشا حاجات تبدل في حياته وبرشا حاجات معناها تتنظم وانت سي ان ريتم لازمك تستانس فيه والكل. حبيبه الغريبي كبطله شنو هي الدعم اللي لقيته مثلا من الجامعه ولا من سلطه الاشراف والا مقصرين في حقك؟ نحبك تتكلم بصراحه انت بطله اولمبيه تستحق كل خير معناها ماذا بينا نعرفوا شنو اللي صاير بالضبط خاطر سمعنا راهو برشا كلام مثلا حبيبه الغريبي ماهيش قاعده تلقى في الحظ نتاعها من ناحيه الدعم من الجامعه من ناحيه الوزاره من سلطه الاشراف معناها كان حابين ناخذوا صحيح معناها من عندك. الحقيقه هذايا كان قبل هذايا كل علاش انا معناها قررت باش نمشي لفرنسا وقتها عمري 21 سنه 2007 2006 انا الحقيقه تظلمت برشا ما في الكارير نتاعي معناها وكنت من الاولى في تونس والكل وديما في الشامبيونا بارمي لي ميور ونتعاركوا احنا سته بنات اما ما كنتش محبوبه من برشا عباد ما نعرفش سبحان الله ما جيتش هكايا برغم اللي انا من المتفوقه معناها وديما في التمارين نتاعي مواظبه والكل لان الحقيقه حتى لان صار لي معناها مرضت وتعبت حتى في السي سبورتيف وكنت نحب نروح نرجع لصفاقس خاطر ما عادش نجم السيستيم نقولوا انا وليت نغازل داخليني خاطر ما نجمش جو ميكسبريم با ما مش كي توا انا توا نتكلم ممكن حتى توا ما نحبش انا نقول اما هذيك كلها ظروف اللي خلتني تقويني معناها خلت حبيبه تتقوى وتجيب معناها لي تيتخ هذوما مي من بعد كي مشيت لفرنسا وكل انا خاطر كي مشيت قلت يا حبيبه يا تنجح معناها يا هي عندك دو شوا والحقيقه كي مشيت عملت على روحي لقيت جمعيه معناها تبنين اللي هي اونتونت سيزام فرانكونفيل توا ومن وقتها من 2007 بديت حبيبه بديت ديما لي ريكور نتاعي معناها نتحسن في الاوقات من وقتها بديت نطيح بشويه بشويه و2008 سوربريز مفاجاه للجامعه والوزاره حبيبه الغريبي 15 جوان 2008 نعمل لي مينيما بور لي جيز اولمبيك 2008 ا معناها اول راؤون كنت دخلت في بارمي لو 20 بروميير في الكلاسمون وكل برغم ذاك قعدوا خم ونهزوها ولا معناها هذيك سيما انا معناها قلت هذا الكل معناها مينيما ومينيما جوز اولمبيك وما زلت تخم باش تزم الحقيقه بون فما سي شكر بالحاجه اللي هو معناها يعرف كيفاش يحلل النتائج والكل في الوزاره وفهمهم اللي راهي النتيجه نتاعي نتيجه عالميه ويلزم يعطيوني حظي والكل والحمد لله رجعت لتونس برغم معناها ظروف من لا شيء عملت تربص 18 يوم في المغرب معناها خاطر وقتها عندي كانت عندي مشكل ما نجمش نرجع لفرنسا
والكل دونك قعدت في المغرب حضرت باش نمشي للجيز اولمبيك، وبرغم ذلك ندخل في النهائيات وعملت رقم قياسي اللي هو 9.25 من 9.36 وقت عملت 9.25 وندخل النهائي. وفي النهائي معناها صارت لي شوية مشاكل صحية خلتني ما جريتش معناها وقت، أما بالنسبة لي أنا حاجة عملت حاجة استوريك لتونس بالنسبة للمرأة التونسية، خاطر أول مرة في تاريخ ألعاب القوى طفلة تونسية تشارك مرأة تونسية في الألعاب الأولمبية توس النهائيات. تو بعدين الحقيقة تو ولاو ينظروا لي نظرة أخرى الجامعة التونسية، وسيونس شاتلي وقتها رئيس الجامعة هو الحقيقة ما خلانيش نمشي لفرنسا، خاطر خاف يقول لك طفلة صغيرة والكل مش تمشي وحدها تجازف، خاف يقول لك توديع ولا حاجة. أما أنا ماني قلت لهم ولا ما نمشي، ديجا جيت البابا وأمي قلت لهم شو أول حاجة نحب نسألكم أنتم راضين ولا معناها قبل كل شيء سيد ذات الوالدين اللي هما دعاوي والكل، والحمد لله يا رب مشيت والباب تحل في وجهي وعملت النتائج هذيك. بعدين 2009 يجي سي فتحي حشيشة رئيس الجامعة التونسية للألعاب القوى، ولا وقتها أنا كنت عندي بروبليم معناها في ساقي وكنت يلزمني نعمل عملية جراحية، وكنت عملية معناها يانك نعمل عملية ونكمل الكارير متاعي في ألعاب القوى ومش سير معناها، قال لي الطبيب وقتها من با 10% على العملية تنجح خاطر هي في اللي بي متاعي في اسمها لونيون ولا ليكس فالجوس، قال لي والا ما تعملش عمليه وتبطل الاتليتيزم يعني. دونك هذاك اللي خلاني قلت انا شو هما 10% انا باش ناخذهم 10% ونعمل بهم العمليه. والحمد لله هو سي فتحي الحقيقه عاوني برشا باش لقينا احسن جراح معناها اورتوبيديست في فرنسا في باريس، وعملت العمليه ونجحت. ومن بعدين بشويه بشويه رجعت بالعزيمه نتاعي عملت الغيديوكاسيون في عام معناها رجعت وعملت اول ميداليه 2011 استوريك لتونس في دايجو. معلقت حبيبه الغريبي سلطه الاشراف. سلطه الاشراف الحقيقه كي معناها وهذا كل ما زلت شويه معناها ما زلت ما عنديش راهو الامكانيات اللازمه باش انا معناها ديما عندي نقايص ديما عندي مشاكل. وقتها حتى كي مشيت لجنوب افريقيا استاج وقتها صارت الثوره والكل ومشيت ما نجمتش ناخذ الماديات نتاعي باش نمشي نعمل تربص في جنوب افريقيا، معناها خديت على عاتقي وصرفت على روحي باش مشيت عملت التربص هذايا، خاطر كان عندي شامبيون دي موند في جون في 2011. دونك كملت التربص نتاعي والحقيقه من بعد استرجعوا لي الاموال اللي صرفتها على التربص والكل. وبعد هذيك بعد ميداليه فهموا لي عندي شانس كبيره برشا في الالعاب الاولمبيه 2012 دونك لوندر، وفوالا الحقيقة توفرت لي كل شيء. تعرفوا هي سلطة الإشراف مش كان سلطة الإشراف، أما نعرف اللي تعرفوا أنتم اللي الدولة راهي ماهيش معناها الفلوس ما نجيبوهاش من خاطر ميزانية والكل، وتعرفوا اللي بلادنا مرت بحالات معناها صعيبة اقتصادية والكل، دونك سيتي با ايفيدون باش أنا نتشرط ونطلب نقول لا كان ما تعطيونيش ونتكلم حتى في صارت شوية معناها مشاكل مع جاوني خرجوا خرج وهو تصفات حشيشة خرج من الجامعة والكل تحلت الجامعة وقعدوا كلهم يجيوا مؤقتين. رؤساء الجامعات المؤقتين جاسي محمد القمودي شوية ما نجحش خاطر عباد ما معاونوهش، فما جي زياد بربوش اللي وقف في الطريق متاعي ومعناها صارت مشاكل كبيرة بيني وبينه معناها، وصل يقول لي انت ما تمشيش تمشي باش نشارك في الشامبيون دو فرانس كروس نمشي جنوب افريقيا معناها نعمل ستاج يلزمني نهبط لتونس الوغ كو نورمالمون نهبط من جنوب افريقيا نهبط ديريكتومون لفرنسا. قولي لي على نهار يلزمني نهبط لتونس هنا ونرجع معناها باش يصير لي تعب وفواياج وكل هذا كل وقت على 100 دينار ديفيرونس باش نخلصوها في البي دافيون، باش يوريك الانسان كي يبدا مش رياضي وما يعطيكش الظروف معناها لازم مش لازم تشد انت اتليتيزم ولا تشد بريزيدون. دونك سي فتحي العشيشة من الناس اللي كانوا متفاهمين الحقيقة ووفر الظروف، حاول افيك تو لي موايان يوفر الظروف اللازمة لي باش انا نسحقها باش انا نكمل المشوار متاعي. والحمد لله هو رجعت هو للجامعة وان شاء الله ان شاء الله ألعاب القوى هو ماذا به عاون ما وحده ما ينجمش خاطر لازم شلت الشرف وراه الوزارة والكل. دونك ان شاء الله
بالميداي نتاعي نتاع 2012، تعرفوا لي استرجعت زوج ميداليات ذهبيه. جوستومون هذاك اللي كنت باش نسالك عليه، انا مانيش باش نقول لك معناها كيفاش تقبلت الخبر، اكيد سعاده كبيره، وحتى سمعنا لك تصريحات معناها وصلت حتى البكاء، اما حبيت نركز لك على حاجه كنت سمعتك انت كنت صرحت بها وقلت كنت نستنى في الخبر هذا عندي عام. كان تحكي لنا كيفاش حبيبه، واسكو انت كنت معناها تتوقع انه مش يصير الحكايه هذه والا كيفاه؟ كيفاش الحكايه؟ هي في سيدي جورناليست المان معناها عملوا ريبورتاج تلفزي معناها وكاميرا مان، وعملوا كم ان انكيت معناها انكيت بوليسيه والكل، ومشاو عملوا دي ريشيرش ومعناها تعاونوا مع عباد، بس قولوا انا مش سرقوا، اما جابوا معلومات اللي كانت مخبيه على روسيا وعلى حكايه هذيا الدوباج وديزاتليت كانوا وهي عداءه روسيه العداء اللي معناها قالت اللي راهم الرواسة يدوبيو فينا ملي احنا صغار ويقولونا بالسيف، معناها تستعملوا المنشطات باش يوصلوهم، معناها يعملوا ميداليات. اعترفت للي جورناليست هذوما وديجا خرجت من روسيا وقعدت ريفيجي في المانيا، معناها عملت حقائق، عرفت برشا حقائق على روسيا، دونك هذيك خليت عملت اونكيت وعرفوا برشا ديزاتليت منهم الاتليت اللي شدوها هي زاريبوفا، يوليا زاريبوفا اللي كانت معايا في السباق هذا مزوز. دونك انا كي سمعت الخبر كي خرجوا لي سامي لا ليست نتاع لي زاتليت بيان سور فرحت، عاملت لي قلت بيان سور كان فما حاجه مش تجي، وقعدنا نستناو. انا بما اني انا مومبر في الكوميسيون داتليت معناها لي اف، الحقيقه اتصلت بالمومبر جيريديك في لي اف والكل، قلت لهم شنو صار، اسكو صحيح مش نسترجع الميدالية متاعي ولا؟ قالوا لي حبيبة راهي بروباب معناها الاحتمال كبير برشا، أما مازال راهو حتى شيء ما هو أوفيسيال. وقعدت نستنى عندي عام، ومن أنا من مارس فيفري 2015 وأنا نستنى وقتاش وسي شاكر بالحاج الحقيقة يتبع ويبعث في الإيميل لياف وكيفاش دونك، والمدرب نتاعي جون ميشيل ديرانجي معناها قعدوا يتبعوا في الحكايه، والحمد لله يا ربي اتضح انه خاطر فما بريسيون صارت شويه على الياف خليت تخرج لي سامي، وانفان البارح خرج الخبر اوفيسيال اللي انا نسترجع لي دو تيتر نتاع لي شامبيون دو موند ولي جوز اولمبيك. دونك هذاك علاش قلت نستنى فيها عام، وانا نستنى خاطر ما كانتش صحيحه اي لي، وانا قعدت كلي كي نرقد في الليل نحلم نقول اسكو انفان معناها تونس باش تدخل في التاريخ بالاول امراه ذهبيه معناها اولمبيه في تونس. الحمد لله يا ربي ما عندكمش فكره، خاطر الحقيقه كي استقبلت الخبر هذايا انا الاحساس اللي حسيته اللي انا حاجه تسرقت لي معناها مني، شنو اللي تسرق لي؟ هو النشيد نتاعي، خاطر كي تطلع على البوديوم وانا نبدا في المركز الثاني ونشوف العالم نتاعنا في المركز الثاني الوغ نورمالمون هو في الاول، والنشيد الوطني تسمع بلدان العالم كل تعرفوا لي جوز اولمبيك معناها والناس قديش تتبع في الالعاب الاولمبيه، هذاك شنو على شنو تحصلت. اما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، انا قلت لهم عازمه وان شاء الله بيان سور هذه حملتني مسؤوليه اكبر توا، خاطر الالعاب الاولمبيه نتاع ريو مش تكون مسؤوليه كبيره برشا، ان شاء الله يا ربي يوفقني. على ذكر المسؤوليه حبيبه، نجموا نستناو معناها ميداليه ذهبيه في الاولمبياد نتاع ريو 2016؟ ان شاء الله، علاش لا؟ حتى شيء نقول لهم انا ديما المستحيل ماهوش تونسي، ماهوش من حبيبه الغريب، انا عملت المستحيلات الكل، كي نحب حاجه نوصل لها سيرتو في معناها في الرياضه نتاعي، كل شيء مش صعيب بالتمارين بالمواظبه بكل شيء نجم كل شيء يتحقق. والحقيقة أنا بيان سور الإنسان يتعرض للإصابات يتعرض لحاجات، أنا ما نحبش نقول خاطر حاجة بركة معناها ما نحبش ساعات الإنسان ما يبذل مجهود، أما ما لا غالب تصير حاجات أقوى منا، إن شاء الله يا ربي ربي يوفقني ونعمل خاطر حلمي، أنا خاطر حلمي نحققه اللي أنا نحقق الميدالية هذه نجيبها ونسمع النشيد الوطني التونسي إن شاء الله. يظهر لي زيارة حبيبة الغريبي للبنجردان يظهر لي كانت في الخير. هاي الجنوب، أنا الحقيقة أنا نحب معناها تونس كاملة، نحب الشعب التونسي كامل، نحب الناس اللي تشجعني من بعيد من ولا من قريب، كنا ولاد تونس وكنا معناها نجري
على كدرابو هذيك وقتاش مش تهزوا تهزوا وقت الثورة ولا تهزوا وقت معناها حاجة عالمية ولا بطولة ولا حاجة. وهما أنا كنشوف الأمن ونشوفك الناس كيفاش معناها صغار وكبار في مدنين وشفت عائلة الشهداء الحقيقة تأثرت برشا وبالعكس مش تأثرت معناها سلبيا تأثرت إيجابيا خاطر عطتني شحنة ما عندكمش فكرة معناها عندي شحنة توا معنوية كبيرة برشا وكالصغار يعيطوا يا حبيبة نحبوك تجيب لنا الذهب عادة في ريو أكلي حطتني معناها إيموسيون أي دافع معنوي كبير وإن شاء الله يا ربي ما نخيبش أمالهم في بنغردين ما نخيبش أمال الشعب التونسي كامل اللي يستنى في حبيبة. باش نسألك سؤالي ولو أنه ظرف صعيب قاعدة تعيش فيه البلاد تونس والإرهاب، رسالة حبيبة لهذوما دعاة الأفكار الظلمية ودعاة الخراب. مش نقولك أنا أول حاجة نقول لي احنا ضد الإرهاب ضد الناس اللي تحب في العالم أجمع هو راهو الإرهاب مش ماسس كان تونس ماسس العالم أجمع كيف ما شفتوا صار في باريس وفي بروكسل وفي بلدان أخرى مجاورة. أنا نقول كل شيء نجم نقاومه بالرياضة نجم نقاوم الإرهاب بالفن نجم نقاوم بالثقافة معناها الناس كي تكون لحمة واحدة ومعناها ويد واحدة ونحبوا بعضنا ونحبوا خير بعضنا وكن نشوفوا إنسان نعاونوا بعضنا هذيك باش نجموا نقاوموا الإرهاب. ما سينا نعرف اللي حاجة هذه حاجة معناها سان باساج وحاجة مش تمشي على روحها وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نرحم على الشهداء اللي ماتوا الكل نرحم معناها نعزي أهاليهم الكل وربي صبرهم ونقول هذوك بالعكس معناها ماتوا شهداء ويكونوا فخورين خاطر وصغارهم اللي كان خليه صغار وراهم يقول نهار آخر أنا يبدأ فخور بولديه اللي توفيه في سبيل الوطن وإن شاء الله يا ربي أحنا كيف ما هما معناها نقول أنا مدوا صدوراتهم للكرتوش والضرب ودافعوا على بلادهم أحنا زادة أموا نرجعوا الفرحة لبلادنا بحاجة كي نمشيوا في بلدان أخرى في بلدان العالم ونهزوا كدربوا وذاك الأحمر والأبيض ونقولوا لهم دم الشهداء ما مشيش خسارة. كنت باش نسالك كلمة الختام ونقول لك شنو هي تحب تختم يظل ما احسنش من الكلام اللي كنت تقول فيه. حبيبي الغريب يعطيك الصحة وان شاء الله ربي يوفقك وراك شرفنا وشرفت راي تونس وشكرا لك مرة أخرى على قبول الاستضافة. شكرا لك انتوما ميرسي عايش.